السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي مادة الكيمياء. أرحب بكم بحلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء، حلقة اليوم بعنوان أحماض وقواعد برونستد-لوري. أحماض وقواعد برونستد-لوري لم تتضمن نظرية أرهينيوس المركبات التي لها خواص حمضية أو قاعدية، وليست أحماض أو قواعد. وأيضا فشلت نظرية أرهينيوس للأحماض والقواعد في تقديم إجابة عن تساؤلات عديدة، أهمها لم تعطي أي تفسير لحالة المحاليل غير المائية لأنها محصورة فقط بالمحاليل المائية. بعض المركبات لا يحتوي على مجموعات الهيدروكسيد، وعند ذوبانها في الماء تنتج محاليل قاعدية من مثل الأمونيا NH3. كما ترى في الشكل غاز الأمونيا والماء، وينتج كاتيون الأمونيوم وأنيون الهيدروكسيد. لم تعطي أي تفسير لقاعدية أو حمضية بعض الأملاح عند ذوبانها في الماء مثل ملح كلوريد الأمونيوم، فهو لا يحتوي على كاتيون الهيدروجين لكنه ينتج محلولا حمضيا عند ذوبانه في الماء كما ترى في المعادلة أمامك. وكذلك ملح أسيتات الصوديوم لا يحتوي على أنيون الهيدروكسيد، ومع ذلك ينتج محلولا قاعديا عند ذوبانه في الماء كما ترى في المعادلات أمامك، أنتج أنيون الهيدروكسيد. لذلك وضع كل من العالمين الدنماركي برونستد والإنجليزي لوري نظرية توضح مفهوم الأحماض والقواعد بحسب قدرتها على إعطاء بروتونات واستقبالها. حمض برونستد-لوري هو المادة سواء كانت جزيء أو أيون التي تعطي كاتيون الهيدروجين أي البروتون في المحلول وتسمى معطي البروتون. سواء المركبات التي أمامك من مثل HCl, H2SO4 وما يليهم والماء، كذلك الأيونات الموجبة كاتيون الهيدرونيوم وكاتيون الأمونيوم، الأيونات السالبة الهيدروجينية من مثل أنيون الهيدروكسيل وما إلى جانبه. قاعدة برونستد-لوري هي المادة جزيء أو أيون التي تستقبل كاتيون الهيدروجين بروتون في المحلول وتسمى مستقبل البروتون. إذن حمض برونستد يعطي البروتون، قاعدة برونستد تستقبل البروتون كما في المركبات هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم والأمونيا والماء والأيونات السالبة جميعها. بناء على هذه النظرية يحدث التفاعل بين الحمض والقاعدة نتيجة انتقال البروتون من الحمض واستقبال القاعدة له. ملاحظة، اعتمد أرهينيوس في نظريته استبعاد أي احتمال لمشاركة المذيب وهو الماء في عملية التفكك أو التأين، أما نظرية برونستد-لوري فتؤكد مشاركة المذيب في تلك العملية. لو رأينا كلوريد الهيدروجين مع المذيب الماء تكون لدي كاتيون الهيدرونيوم مع أنيون الكلور. وطبقا لتعريف الحمض والقاعدة في نظرية برونستد-لوري نجد أنه عندما يفقد الحمض بروتونه يتحول إلى قاعدة مرافقة. كلوريد الهيدروجين فقد البروتون تحول إلى أنيون الكلور وهي القاعدة المرافقة لهذا الحمض. عندما تستقبل القاعدة البروتون الذي فقدها الحمض في هذا التفاعل تصبح القاعدة حمضا مرافقا، وبالتالي كل حمض يرافق بقاعدة وكل قاعدة ترافق بحمض، يسمى زوج الحمض والقاعدة المرافقة أو القاعدة والحمض المرافق بالأزواج المترافقة. الحمض المرافق هو قاعدة استقبلت بروتونا أي الجزء الناتج عن القاعدة بعد استقبالها للبروتون. القاعدة المرافقة هي حمض فقد بروتون، الجزء المتبقي من الحمض بعد فقده للبروتون. نجد الحمض حمض HCl فقد بروتون يتحول إلى القاعدة المرافقة أنيون الكلور. كذلك الماء قاعدة استقبل بروتون ويمكن أن يفقد بروتون فيتحول إلى حمض مرافق.
هذه الأزواج تسمى أزواج مترافقة. وفي ضوء نظرية برونستد لوري تم تفسير سلوك الماء المتردد، حيث يسلك الماء في بعض التفاعلات كحمض والبعض الآخر كقاعدة، كما في التأين الذاتي للماء. في هذا التفاعل أحد جزيئات الماء سلك كحمض ففقد بروتون وتحول إلى قاعدة مرافقة، الجزيء الآخر سلك كقاعدة وفقد بروتون وتحول إلى حمض مرافق. تسمى هذه الأزواج بالأزواج المترافقة. في المعادلة التالية أمكن تفسير سلوك الأمونيا كقاعدة دون أن تحتوي على أنيون الهيدروكسيد، وذلك من خلال نظرية برونستد لوري. الأمونيا قاعدة ممكن أن تستقبل بروتون وتتحول إلى حمض مرافق H2O، حمض يفقد البروتون يتحول إلى قاعدة مرافقة OH. هذه الأزواج هي أزواج مترافقة، حيث الأمونيا استقبلت بروتون فتسلك سلوك القاعدة، والماء فقد بروتون فسلك سلوك الحمض. في المعادلة أمامك الماء يسلك كحمض يفقد بروتون ليكون قاعدة مرافقة. أنيون النيتريت قاعدة ممكن أن يستقبل البروتون ويتحول إلى حمض مرافق. هذه الأزواج هي أزواج مترافقة. علل: الأمونيا NH3 تعتبر قاعدة حسب نظرية برونستد لوري. المعادلة أمامك تفاعلت الأمونيا مع الماء وتكون كاتيون الأمونيوم مع أنيون الهيدروكسيد، لأنه عند ذوبان الأمونيا في الماء تستقبل البروتون من الماء، لذلك تعتبر قاعدة. علل: الماء يسلك سلوك متردد حسب نظرية برونستد لوري. في المعادلة أمامك أحد جزيئات الماء سلك كحمض وأحد جزيئات الماء سلك كقاعدة، لأن الماء في التفاعلات الكيميائية يسلك في بعض منها كحمض حيث يعطي بروتون، وبعضها الآخر يسلك كقاعدة حيث يستقبل بروتون. إذن الماء يسلك سلوك متردد. أمثلة على أزواج الحمض والقاعدة المترافقة. بالنسبة للحمض HCl، حينما يفقد البروتون يتحول إلى أنيون الكلوريد وهو القاعدة المرافقة. أنيون الكلوريد عندما يستقبل بروتون يتحول إلى حمض مرافق، وهكذا في بقية الأزواج. لاحظ معي أن الأنواع الموجودة مركبات وكاتيونات موجبة وأنيونات سالبة. في التفاعل التالي، تفاعل أمامك القاعدة المرافقة لحمض الهيدروفلوريك. تعريف الحمض في نظرية برونستد لوري هو المادة التي تفقد بروتون، إذن HF قاعدة المرافقة هي أنيون الفلوريد. الحمض المرافق للماء هو كاتيون الهيدرونيوم. الأزواج المترافقة هي الماء وكاتيون الهيدرونيوم وحمض الهيدروفلوريك وأنيون الفلوريد. أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب. لدي حمض مرافق كاتيون الهيدرونيوم وقاعدة مرافقة أنيون البروميد. إذن الحمض المادة التي فقدت بروتون HBr تحول إلى أنيون البروميد. القاعدة المادة التي استقبلت البروتون، إذن القاعدة هي H2O وحمضها المرافق H3O أو كاتيون الهيدرونيوم. كذلك بالنسبة إلى المعادلة الثانية، الماء مع تفاعل كحمض مع القاعدة الأمونيا، فقد الماء البروتون فتحول إلى أنيون الهيدروكسيد وهو القاعدة المرافقة، استقبلت القاعدة البروتون وتحولت إلى الحمض المرافق الأمونيوم. كذلك في المعادلة الثالثة لدي حمض الكبريتيك فقد بروتون فتحول إلى قاعدة مرافقة كبريتات الهيدروجينية، أما القاعدة H2O فاستقبل البروتون وتحول إلى الحمض المرافق كاتيون الهيدرونيوم. وكذلك في المعادلة أمامك
فقد الحمض البروتون وتحول إلى القاعدة المرافقة، واكتسبت القاعدة البروتون فتحولت إلى الحمض المرافق. نهاية نذكر بأن المواد المترددة تعرف بأنها المواد التي يمكنها أن تسلك كحمض عندما تتفاعل مع القاعدة، كما يمكنها أن تسلك كقاعدة عندما تتفاعل مع الحمض، مثل الماء، الأيونات السالبة الهيدروجينية. وبذلك نأتي إلى ختام حلقة اليوم، راجي لكم تمام الاستفادة وألقاكم على خير.